هاي المتاهة ميز أو لابيرنت انطلقت من الأسطورة الإغريقية وصارت حقيقة هندسية وكمان ألعاب بحلوها الكبار والصغار. أولى المتاهات كانت واضحة وما كانت تضيع الناس، كانت مكونة من طريق وحدة في عدة التواءات. بألمانيا كانوا الشباب يمشوا بالمتاهة كجزء من بداية مرحلة البلوغ عندهم. أولى ذكر للمتاهات بيعود للقرن الخامس قبل الميلاد، لما المؤرخ الإغريقي إيرودوتوس دعا أنه زار المتاهة المصرية يلي وصفها بأن مبنى مؤلف من آلاف الغرف يلي قسم كبير منهم تحت الأرض وبيودي على مقابر الملوك المصريين، وأنه أعمال الإغريق مجموعة بتقل عن هالمتاهة من ناحية الكلفة واليد العاملة. مين قال أنه فكرة استعمال المتاهات للتسلية بتعود للقرن السادس عشر، لما الملوك الأوروبيين كانوا يبنوهن لتمضية الوقت والخصوصية؟ أنا قال بشوفكم بكرة.